بعد أن حقق الرئيس جمال عبد الناصر الهدف الأكبر وهو جلاء المستعمر عن أرض الوطن، اعتزم سيادته زيارة الأراضي المقدسة أداء لفريضة الحج وشكرا لله وحمدا على تأييده بنصر من عنده. ومع صباح الباكر ازدحمت ساحة مطار الماضة بجموع الشعب داعية مكبرة تودع الرئيس والقائم مقام أنور السادات وهما في ملابس الإحرام البيضاء. وبعد أن حيى الرئيس مودعيه من السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والوزراء وشيخ الجامع الأزهر وأبناء شعب مصر الوفي الكريم، صعد إلى الطائرة التي أرسلها جلالة الملك سعود لتقل الرئيس جمال إلى الأقطار الحجازية. وعندما هبطت الطائرة إلى مطار جدة، كان في استقبال الرئيس جمال عبد الناصر في المطار سمو الأمير فيصل ولي عهد المملكة العربية السعودية وسمو الأمير مشعل وزير الدفاع والطيران وبعض أمراء البيت الملك السعودي والبكباشي حسين الشافعي رئيس بعثة الحج المصرية. وصدحت الموسيقى بالسلامين الجمهور المصري والملك السعودي، ثم تفقد الرئيس جمال عبد الناصر حرس الشرف السعودي وصافح مستقبليه. وقصد إلى السرادق الذي أعد لاستقباله حيث استراح قليلا. توجه الرئيس ومرافقوه إلى فندق قصر الكندرة بجدة. وقبيل الغروب استقل الرئيس وصاحبه السيارات متوجهين إلى مهبط الوحي ومنبع النور الذي ملأ الدنيا وعم الكون إلى مكة المكرمة. ومع أن وصل الركب حتى اتجه إلى قصر جلالة الملك سعود الذي استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بأروع مظاهر الأخوة والترحيب، وقد قدم سيادته لجلالته أفراد البعثة المصرية. تبلغ الفرحة أقصاها وتخفق القلوب إيمانا واستبشارا حين قصد الجمع صوب الكعبة الشريفة للطواف بها وزيارتها، وإذا بالأفواه تنطلق تردد الدعاء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي عصر اليوم الثاني غادر الرئيس وصحبه مكة المكرمة إلى منى استعدادا للوقوف بعرفات. وقبيل الفجر اتجه الركب الى وادي عرفات، ونصب الحجاج خيامهم لتظلهم من حرارة الشمس وليمكثوا بها حتى غروب شمس ذلك اليوم. ومن كل فج عميق اقبل المسلمون صوب الجبل يردد كل قادم منهم: اللهم اغفر لي وتب علي واعطني سؤلي. وفي هذا المكان الطاهر بعيدا عن الدنيا وملاهيها وزخرفها نصبت خيمة الرئيس جمال عبد الناصر، حيث جلس يدعو ربه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعيد لهم ما هم جديرون به من عزة وكرامة. وبجوار خيمة الرئيس جمال عبد الناصر نصبت خيمة جلالة الملك سعود، حيث جلس هو وأفراد عائلته الكبير منهم والصغير ليؤدوا جميعا فريضة الحج، فجلالته حريص على أن ينشأوا جميعا نشأة دينية. ظل الرئيس جمال عبد الناصر يتلو القرآن الكريم والدعوات، حيث زاره الكثير من الحجاج، واستقبل البكباشي حسين الشافعي رئيس بعثة الحج المصرية والدكتور حسن مرعي وكيل البعثة. وأدى الرئيس وصحبه صلاة العصر ثم وجهوا إلى جبل الرحمة. وهناك افترشوا الأرض وظلوا يرددون الدعاء في إيمان وتقوى وخشوع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. اللهم ارزقني اليسر وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني. اللهم لا تجعله آخر عهدي بهذا الموقف، وارزقنيه ما بقيت أبدا، واجعلني في هذا اليوم مستجابا دعائي. وقبيل الغروب
قصد الجميع إلى المزدلفة حيث قام الرئيس وصحبه وكل الحجاج بجمع الجمرات لرجم إبليس رمز الشر والخطيئة. وترك الركب المزدلفة متجها إلى منى حيث وفد الحجاج جميعا من كل بلد إسلامي قريب أو بعيد، لا فرق بين كبير وصغير، الكل سواء، فهكذا خلق الله الناس. وقف الحجاج يرجمون إبليس قائلين بسم الله الله أكبر، لقد رجمت الشيطان ابتغاء رضا الرحمن. في أول أيامه توجه الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه إلى قصر جلالة الملك سعود بمنى مهنئين بالعيد، عيد الأضحى المبارك وعيد جمع كلمة المسلمين في شتى بقاع الأرض وكل ما فيه خير العرب أجمعين. وقد شهد هذا الاجتماع الكثير من أمراء البيت السعودي وضباط الجيش المصري وجميع أفراد البعثة. في طريق عودة الرئيس قابلته الجموع المحتشدة بعاصفة من التكبير والدعاء أن يحفظ الله الإسلام والمسلمين وأن يحقق للعروبة كل الأمان والأمال. وقف الرئيس في الشرفة يحيي هذه الجموع المؤمنة التي احتشدت أمام قصر الضيافة لتهنئ مصر في شخص رئيسها جمال عبد الناصر. وبعد قليل قام جلالة الملك سعود برد الزيارة للرئيس جمال بقصر الضيافة حيث تبادلوا أحاديث الأخوة الصادقة والمودة والوفاء. وقد ودع الرئيس جمال جلالة الملك سعود حتى باب القصر، وكانت جماهير الحجاج قد اجتمعت لتحيتهما، وظلت تهتف من الأعماق لرجال الإسلام وتدعو الله أن يصون المسلمين. ثاني أيام العيد قصد الرئيس جمال عبد الناصر لزيارة السيد محمد علي رئيس وزراء باكستان، حيث تقابل متعانقين في ود وإخلاص وتحدث في كل ما يهم الدول الإسلامية. ووجهت الدعوة إلى الرئيس جمال لزيارة باكستان. وودع الرئيس جمال من رئيس وزراء باكستان وداعا أخويا حارا، وسار الركب إلى قصر الضيافة. وهناك حضر سمو الأمير فيصل ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي لرد زيارة الرئيس جمال عبد الناصر. وحضر بعد قليل السيد محمد علي رئيس وزراء باكستان الذي جاء ليرد زيارة للرئيس جمال، وأعلن أن الشعبين المصري والباكستاني موافقان تماما على عقد المؤتمر الإسلامي، أكبر خطوة اتخذت حتى الآن في سبيل رفعة شأن الإسلام والمسلمين. وفي ثالث أيام العيد أقبل المسلمون من شتى الأقطار لتهنئة الرئيس جمال بالعيد معلنين تأييدهم لعقد المؤتمر الإسلامي. واستقبل الرئيس وفدا من أندونيسيا ثم وفدا من اليمن على رأسه سمو الأمير سيف الإسلام إسماعيل. عند الظهر غادر الرئيس جمال عبد الناصر وصحبه منى قاصدين مكة المكرمة ليطوفوا بالكعبة الشريفة 7 مرات، وهو طواف الوداع. وفي دوي راعد خاشع مؤمن انبعث الدعاء: اللهم اجعل لي بها قرارا وارزقني فيها رزقا حلالا، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ برب البيت من الكفر والفقر ومن عذاب ضيق الصدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبراء، وزد يا ربي من شرفه وكرمه وعظمته من حجه واعتمره
تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة. ثم غادر الرئيس مكة المكرمة قاصدا جدة، حيث زار في صباح اليوم التالي إحدى البواخر المصرية الراسية في الميناء. وصافح الرئيس قائد الباخرة وضباطها مهنئا بالعيد. رئيس الباخرة متجها إلى فندق الكندرة، حيث قدم إليه سمو الأمير مشعل وزير الدفاع السعودي بعض ضباط الجيش السعودي. وفي الساعة الثالثة غادر الرئيس مطار جدة مودعا من سمو الأمير فيصل والأمير مشعل وسفير مصر في جدة، قاصدا إلى المدينة المنورة. وفي مطار المدينة المنورة استقبل الرئيس استقبالا رائعا. الرئيس على أثر وصوله إلى المكان الذي تهفو لزيارته نفس كل مسلم، وتتمنى رؤيته عين كل من آمن بالله ورسوله الكريم، إلى المكان الذي تطمئن فيه الأفئدة وتهدأ القلوب، يملأها النور ويشيع في جنباتها الطهر ممزوجا بالتقوى والإيمان، إلى قبر سيد الخلق وآخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وغادر الرئيس جمال الحرم النبوي الشريف بين عاصفة من التكبير والدعاء، متجها إلى قصر الضيافة. وفي اليوم التالي أدى سيادته وصحبه صلاة الجمعة بين آلاف المسلمين الذين أسعدهم الله، فحجوا إلى بيته الحرام وزاروا قبر نبيه الكريم. وحلقت طائرة في سماء القاهرة وتهادت على أرض مطار الماضة تقل الرئيس جمال عبد الناصر بعد أن أدى فريضة الحج، فاستقبلته مصر مهنئة فرحة مستبشرة متفائلة داعية: نصر الله الإسلام والمسلمين وأعز العرب والعروبة، وكتب للإسلام والعرب ومصر العزة والكرامة والمجد.